أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي أفضل وأصح طبعة لهذا الكتاب مختصر زاد المعاد؟ لأننا نلاحظ اختلافا كبيرا بين هذه النسخ. الاختلاف يسير ولله الحمد، يعني اختلاف في نقطة ولا في حرف ولا، لكن السياق ولا واضح. نعم، طبعة، يمكن طبعة الجامعة، لأن الجامعة طبعت مؤلفات الشيخ في مجموعة متكاملة، ومنها مختصر زاد المعاد، وهذه المجموعة صححت وقوبلت على النسخ، ربما تكون هي أصح من غيرها. نعم.